شوية شوية. نعم سيدي، سيكون عندنا في رمضان سيكون القهاوي في مدينة مكناس اللي هي بعيدة علينا بجوج الكيلومتر، سيكون القهاوي كلهم فيهم الجواق وبالأخص الملحم. كثير الجواق تيعملوا الملحم. كان هبطنا في الليل في رمضان للمدينة باش نمشي نتصنت على دوك الجواق، غير إلهام من الله، مازال ما عرفش ما نضرب ديك الساعة ولا ما عرف حتى قافية، ما كان عارف عشي. ثاني جلس اليوم وغدا، اليوم وغدا، شهر رمضان كان دوزوه، جا شهر آخر كذلك. شوية شوية بديت تنهبط للمدينة اللي هي بعيدة علينا بجوج الكيلومتر، وكان اتصل بعض الشيوخ منهم باين هذا الخياط اللي جا معانا، الخياط الغليظ عرفتيه، واه كان شيخ معتبر كيضرب واحد الجمبري وتيقول القصايد المرحب. مشيت لعندو اتصلت به، تنتجمعو في واحد الحانوت انا وياه ديال واحد اللباد كيصوب اللبادي ديال العودان اللي كيفرشو على العودان تسمى اللبده. عند داك اللباد تنتجمعو عنده، ان راجل كبير وتيعمل تعريجه مع داك الخياط بين الخياطي. بديت تنمشي معاه، كنمشي معاه غير نجلس كيديني شوية شوية، بديت تنرقب عليه على الأمور. ديك الساعة شريت واحد العويد ب90 ريال، وخصني نحفظ الكلام شنو هو، أنا ما قاريش كيف ندير اللي يحفظ الكلام، حفظ المشهد. داك السيد داك باين الخياطي تيعطيني كل نهار، كنتجمع معاه كيعطيني بيت بيت داك الشي ديال الملحون، وكان مشي للدار ديالنا كان بات نعاس، وكان نكررها الصباح كان حفظها، كان يجي نعاود يعطيني بيت اخر. هي القصيده الاولى اللي حط من عنده واحد المدحه، مدح النبي، تيقول زوقنا في حماك جود يا محمد يا طه، هي اللي دلدكنا في المسرح. هذه اول قصيده عندي بديت تنستعملها، وبدات تنعاود نقبض منه مسائل اخرى. رقبت على خلاص، رقبت على الحفاظه ديال الملحون كيف كتكون. جات الانطلاقه هي هذيك، يلاه يلاه، شويه شويه جا الاستقلال، جانا الاستقلال للمغرب ياك، الحكومه الاولى ديال المغرب اللي هي مستقله، عندها وزير، عندها وزير ديال التعليم. جا عندنا المكناس، جا المكناس معروض عنده واحد الشريف حتى هو مولوع. جا داك الوزير منين تعشى وخرج لعندنا لبوسط الدار، هذاك الوزير كان تيقولوا له عبد الكريم كدا شي، ولاو تلا ناقب من المحامي ونفاس ومات باش ما نفدش. قال لك سيادنا خصكم تعملوا جمعيات لهذا الطرب، كل نوع ديال الملحون والآلة يدير جمعية باش يبقى محفوظ هذا الشيء. حنا دابا الحمد لله استقلينا، خصنا الطرب ديالنا يكون محفوظ. وكنا لغد ليه الصباح كنتسائلوا شنو هي الجمعيه، علاش صارت الجمعيه. بقينا كنسالوا الناس اللي هما واعيين في داك الميدان، ورونا كيف نديروا الجمعيه، درنا الجمعيه ودرنا كذا شي، بدينا كنتجمعوا في الديور ديك الجمعيه، اللواء الشبيبه والرياضه، اللواء ديالها حنا جالسين كنتعلموا وكنمرنوا عندها، وهي الا وقفت علينا كدينا نخدموا معاها هاد الشبيبة والرياضة تما ديك الساعة. بقينا يلاه يلاه تحت الشبيبة والرياضة. شي واحد النهار صفطتنا سيارة الإذاعة من الرباط، هاد المؤسسة الشبيبة والرياضة، قالت لنا غادي تعملوا واحد التجربة ديال تسجيل الإذاعة. ويلي كيف ندير؟ قلنا آمين.